نحتفل بالأخيين اللي محالين على التقاعد على النطاق الاجتماعي، وهي مش فكرة، هي عادة، عادة حميدة اتخذتها اتصالات تونس باش تكون عندها علاقة مع العوائل متاعها حتى بعد التقاعد. اليوم نكرموا بعض من ذوي الحاجة المتقاعدين كي كل سنة. سنة عن 1072 إعانة، حالة معناتها في الإعانة. الإعانة متاعنا جعلنا منها مناسبة في العمل الاجتماعي في الوقت متاعها مع تزامن عيد، إن شاء الله عيد مبروك الجماعة كل علمناهم اليوم في الحفلة هذايا باش يقع توزيع الإعانات هذه. فما إعانات عاجلة، فما إعانات قارة. الإعانات القارة هما ذوي الحاجة، ذوي الحاجة. الإعانات العاجلة هما للناس اللي كانوا قاعدين احنا نتبعوا فيهم باسيستون سوسيال، اللي يجيب لنا كل سنة تقرير كتقرير على ضوء التقرير هذاك. احنا تقع تغطية للأخيان الكل. بالنسبة للسنة عندنا 1072 حاجة من ذوي الحاجة، 73 من ذوي الحاجة من القارة، ومن الخصوصيات عندنا 1072 الإدارة العامة. ما خلينا حتى ملف قدمنا وما خدمناهش وما تعداش في المجموعة هذه. صحيح اللي جات ملفات بعد التوقيت نتاعها وش نتناولوها، معناتها ماناش نخليهم وش نتناولوهم. العدد نتاعهم ما يفوقش الخمسة ملفات في الجمعة هذه الأسبوع هذه. هذوك الملف اللي تخدم من قبل مع هذا اتصالات تونس عمرها ما تخلي أعوانها في حاجة في المناسبات الكبيرة المناسبة هذه. الملفات تختلف، فما الملف الطبي هذاك يولي قارب، وفما الملف الاجتماعي اللي كل عام يتحيل، خاطر فما عائلات تخرج من الحاجة، من الفقر نتاعها، إذا تشغل الأولاد، فما الوفيات، فما العدد يختلف، وإن كان العدد نتاع السنة راهو زاد على عدد عامنا. عملوا 1000 يفوتوا شوية، وسنة 1072 فما بيكون 10 ملفات اللي تضربت على العدد نتاع عملوا. والملفات اللي جات من سواء من إدارة الجهوية ومن الإدارة المركزية إلا وقع تناولناها ووقع تغطيتها في الحاجة نتاعها. اليوم اخترنا اليوم على نطاق الجهوي، السادة المدير الجهوي يقيمون حفل في المراكز نتاعهم. احنا هوني خلينا كان الادارات المركزيه راجعه بالنظر الى الاداره العامه. الميزانيه ماهيش محدده، احنا على قد ما تجينا ملفات الا وتقع التغطيه نتاعها، الى ان معناتها ولينا نخمو متى في مراجعه القيمه نتاع مانيش وصلنا باش الميزانيه وتقع حد الميزانيه. لا، كل ذوي الاحتياجات وكان منخرطين في اتصالات تونس وخدموا على اتصالات تونس وحيلوا على التقاعد الا ونحن معناتها مع مساندينهم. والاداره العامه توصياتها معناتها بيجي موجود، كان تقول لي 10 15 20 اخرين نقول لك موجود، اما تبقى كل ملف ما يحظى بالإعانة هذه إلا بعد دراسة من عند المرشد الاجتماعي. الإعانة هذه على قد ما قيمتها المادية مهما تكون، قيمتها المعنوية هي اللي حاشتنا بها. حاشتنا بالقيمة المعنوية اللي تربطنا، تربط الإدارة مع أعوانها ومع أرامل أعوانها. علاش؟ مش باهي نكران الجميع. أنتم ناس ضحيتوا وعطيتوا وخدمتوا بطريقة مباشرة الحاضرين أو غير مباشرة اللي تمثلوا فيهم. اليوم اتصالات تونس تستدعيكم أنتوما، كذلك في الإدارات الجهوية يقام حفل على غرار حفل هذا. كل من السادة المديرين الجهويين استدعى لخيان ذوي الحاجة. ليش؟ باش يكون الوقت متزامن. وثاني حاجة لأن احنا ما نجموش نتمكنوا باش نتنقل الأخرين لكل الولايات إلى العاصمة. ولهذا كل المسادة المديرين الجهويين يقيمون حفل في الأسبوع هذا باش يمدوا الملفات لذوي الحالة الخصوصية. السنة عندنا 1072 حالة من الإعانة، هذا أكبر من العدد تاع السنة الفارطة.
والحاجه اللي نقولها لكم كانوا الاداره صدرها رحب وما رجعت حتى الملف جاء من الادارات الجهويه او من الادارات المركزيه وما حبيتش ترتبط بميزانيه معينه وخلات الباب مفتوح. ولهذا كل شخص وقع دراسه الملف نتاعه الا وقع قبول هوني. شكرا للاداره اللي ما خلاتش مجال باش يقع نقد او اي كلام في الملفات اللي تجينا. قلنا عندنا السنه زدنا حوالي 17 ملف بالنسبه للحالات الموجوده عندنا. عندنا الحالات العاجله وعندنا الحالات المناسباتيه. بالنسبه للحالات المناسباتيه تم كل ما هو اعانه من عيد اضحى، عيد فطر، عوده مدرسيه. امنيتي انا تكون لقاءاتنا مناسبات اخرى نحتفل على الاقل ما عادش حاله اجتماعيه، تكون حاله تاع اخرى. سوليدات تشغل وتصفر هذه الاحوال عندكم انتوما. صحيح الاداره تنظر لكم تغيير من ناحيه اجتماعيه معينه، انا نحب ننظر لكم من جهه اخرى. الحمد لله عملت معنا كان الكرام هكاك اللي تفقدوا فينا يعطوا فينا كل عام يعطونا في العيد الله يرحم والديك. خدمتي تكون 24 ولا 25 سنه لكن تنح. كل عام احنا ناخذوا القائمه هذه ونزيدوا نحينوها خاطر فما اضافات، دونك كل عام معناتها نعاودوا نشوفوها نعاودوا ندرسوها معناتها اللي موجودين ديما نقعدوا نتابعوا فيهم. وهذه معناتها نقول انا مهما كان معناتها حاجه بسيطه باسكو ريالمون سي جون لا هما ولا معناتها ازواجهم اللي خدموا معناتها بارابور اللي عطاوها للمؤسسه معناتها يستاهلوا اكثر من هكا. بون هو يحب هذا وكان جات المؤسسه معناتها عندها ما تنجم تعطي اكثر من هكا، وان شاء الله احنا اللي نخدموا عليه تو نحكي مع الزملاء.